إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم من خلال هذا البث المباشر أكيد من مدينة فاس. نطل عليكم أكيد من أجل تقريبكم من كل المستجدات بخصوص شبكة التجارة في المعدات الطبية على مستوى يعني المستشفى ديال بنو بجاب ب يعني تازة، معطيات صادمة متابعينا مشاهدينا الكرام اللي توصلنا بها بعد جلسة التقديم ديال المتهمين اللي كانوا مش شباب في تورطهم في هذه القضايا الإجرامية أكيد. ف يعني قرر الوكيل العام للملك بطبيعة الحال على مستوى يعني السنافية ديال يعني السنافية فاس لمتابعتهم في حالة اعتقال وتقديمهم لجلسة ديال بطبيعة الحال جلسة ديال 5 دجنبر من هذا الشهر من أجل ربما أول جلسة محاكمة ديالهم، والتهم ثقيلة متابعينا ومشاهدينا الكرام، التهم اللي توصلنا بها قبل لحظات بخصوص هذا يعني الشبكة فهي تهم ثقيلة، تهم ديال التزوير وديال الارتشاء وديال استغلال النفوذ، فتلاحق هذا الناس أكيد شبكة التجار في معدات طبية على مستوى المستشفى ديال بنو باجة بتازة بطبيعة الحال، دار ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، الكل كيتحدث على ماذا وقع في تازة، كيفاش لأن معدات طبية تم تحويلها يعني بطبيعة الحال لمستشفيات خاصة لمصحات يعني في ضرب صريح وصارخ يعني القوانين الجريمة العامة، كيفاش لأن مدير ديال المستشفى غيطمع في يعني في شي حاجة ديال ولاد الشعب، لأن عباد الله راه ما باش نتحدث معكم صريح العبارة، ومعدات اللي غادي المستشفى عمومي، معدات اللي غادي وليدات الشعب باش يطبوا بها وباش يتشافوا بها وباش يتداووا بها، لان ما عندهمش فين يتداووا يمشيوا لمصحات خاصه، فهنا يجب معاقبه من ثبت، لان كنقول انا المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو، ولكن يجب معاقبه من ثبت في حقه تورطه يعني وادانته بهذا الفعل الجرمي. حنا كنامنوا بواحد القضيه في القضاء، المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو حتى يتم النطق بالحكم، ولكن ان ثبت تورطهم في هالشيء فخاص المعاقبه ديالهم باقصى العقوبات، لان هذا راه المال العام، فراه ما غيمكنش المغاربه يتنازلوا على درهم ديالهم، هذا كيبقى المال العام متابعينا ومشاهدينا الكرام، وهذه القضايا راه خطيره وخطيره بزاف. وكاينه الشبكه ديال الفساد على مستوى جماعه فاس اللي كتم المحاكمه ديالهم الان في حاله اعتقال، يعني كيتقدموا كاين شبكه ديال الفساد على مستوى المستشفى ديال بنو باجه بتازه، فهاد الشيء راه بزاف عباد الله، هاد الشيء راه زاد على القياس. فغنقرا عليكم يعني مجموعه من التهم اللي هي موجهه لهاد المشتبه فيهم بطبيعه الحال، تهم ثقيله. 12 واحد اللي يتم متابعته في حاله اعتقال. نعم 12 واحد منهم المدير ديال المستشفى وموظفين داخل المستشفى ديال بنو باجه، وكاينين يعني دكاتره اللي عندهم مصحات خاصه للاسف، واخويا انت عندك مصحات خاصه وكتطمع في شي حاجه اللي هي ربحيات، كتطمع في شي حاجه ديال ولاد الشعب، فهنا علامات استفهام تطرح. وبرافو للفرقه الجهويه الشرطه القضائيه، ارفعوا لكم القبعه باسم الشعب المغربي، نرفعوا القبعه للشرطه لرجال الفرقه الجهويه الشرطه القضائيه اللي تدخلوا بشكل ناجع. فعباد الله الفضيحه كانت كبيره على مستوى تازه، باش لان مدير ديال المستشفى يتم الاعتقال ديالو والمتابعه ديالو بهذه التهم الثقيله. انا غنقرا عليكم التهم وغتشوفوا يعني انا راه كنتحدث والقلب ديالي خارج، لان المال العام هذا عباد الله راه مستشفى عمومي، وراه ملي كنا كنمشيو للمستشفى ديال تازه كنشوفوا الفساد عباد الله، كنشوفوا الناس على برا مليوحين، واللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. للاسف راه مستشفيات راه خليونا من الزواق، خليونا من داك الزواق، غنبقاو نزوقو ونبقاو نقولو لا العام زيد، ونبقاو نشلو مستشفيات هنا ومستشفيات هناك، كما شفنا في الزيارة الأخيرة ديال الوزير لفاس، دشن يعني 13 مركز صحي، وكنشوفو رابط الاتصال بمختلف المستشفيات، وكيقول لك العام زيد، وشوفوا شنو وقع في تازة عباد الله، وراه تازة محاطة يعني بالمداشر وبالمجال القروي، وكيعانيو الساكنة ديال تازة عباد الله، راه كيعانيو الساكنة تازة مع الصحة، وكيمشيو للمستشفيات القروية
كيسيفطوهم نحو المستشفى الاقليمي للاسف، واللي هانتوما كتشوفوا شنو واقع في المستشفى الاقليمي. كيفاش عباد الله الاكسجين، كيفاش معدات اللي يتم تحويلها نحو يعني المصحات الخاصه؟ سمعوا غنقرا عليكم البلاغ ديال ولايه امن ديال الفرقه الجويه الشرطه القضائيه وغتصدموا. سمعوا شنو وقع في المستشفى ديال تازه عباد الله. سمعوا، انا كنتحدث بحرقه كمواطن مغربي اللي القلب ديالي مع الناس ديال تازه، لان هذا الشيء بزاف. انا غنقرا عليكم البلاغ وغتصدموا، لان الخبر اللي كنا توصلنا به اثناء وقوع هذه الفاجعه، فللاسف للاسف بغيت كلشي يبارطاجي هذا اللايف، وبغيت كلشي يتفاعل مع هذا اللايف، لان خصنا نقولوا اللهم ان هذا منكر. ملي خصنا نقولوها راه خصنا نخرجوا ونقولوا هذا الشيء. كلشي يبارطاجي وكلشي يتفاعل مع هذا اللايف، اكيد اللي غنفضحوا فيه المستور، غنفضحوا فيه المسكوت عنه والمستور اكيد. سمعوا البلاغ اللي كنا توصلنا به مع عند ولايه، مع عند المديريه العامه للامن الوطني. سمعوا عباد الله، سمعوا المغاربه الحرار، سمعوا الناس اللي باغيين يشوفوا الصحه غادي القدام، سمعوا الناس اللي باغيين يشوفوا التعليم غادي القدام، سمعوا الناس اللي باغيين يشوفوا طبيعه الحال في اطار يشوفوا البلاد نافعه، لان رجال الامن اش كتقوم بهذه العمليه باش تطهر هذا صناع الفساد، صناعه الفساد عباد الله. راه كاينين مجموعه من المؤسسات كيصنعوا الفساد. ها انت كتشوف مستشفى قدو قداش المدير ديالو متورط في هذه القضايا هذه. شنو خليتوا للمستشفيات الصغار؟ شنو خليتوا للمراكز الصحيه الصغار؟ وسمعوا دابا نفس البلاغ، وانا بغيتكم تبارطاجيو هذا اللايف وتفرقعوا لي هذا اللايف على اوسع نطاق. كنتحدث بوجه مكشوف، ولا اخشى في قول الحق لو ما تلائم. نعم، ما كنخافش نقول الحق، راه هادشي راه كيألم والله العظيم، من القلوب ديالنا تألمات لهذا الخبر. سمعوا البلاغ ديال رجال الامن، اكيد اللي غنقرا عليكم الان. سمعوا شنو جا في البلاغ ديال رجال الامن متابعينا ومشاهدينا الكرام. سير خليكم معايا، نتمنى لان الكل يساهم ويبارطاجي هذا اللايف على اوسع نطاق. سمعوا يعني تم الاحتفاظ بالتهم اللي كانت في البلاغ ديال المديريه ديال العام الامن الوطني، وهذا البلاغ اللي كان صادم بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا غنقرا عليكم تفاصيل ديالو اكيد. نشوفوا الخبر اللي توصلنا به عند المسؤولين ديال مصلحه التواصل في ولايه انفاس، مشكورين على المجهودات الجباره اللي كيبذلوها، منهم المسؤول على الاعلام والتواصل السي حسن، وكذلك السي العلاوي، وما نساوش الوالي ديال الامن ديال فاس اكيد السي علا وحتيت، وكذلك الفرقه الجهويه، العناصر ديال الفرقه الجهويه الشرطه القضائيه. اذا البلاغ اللي كنا توصلنا به واللي كنا سبقنا قريناه امس، اكيد توقف 11 شخص يشبه تورطوا في السرقه وخيانه الامانه واختلاس اموال عموميه والارتشاء. سمعوا، السرقه يشبه تورطهم في السرقه وخيانه الامانه واختلاس اموال عموميه والارتشاء. تهم ثقيله بكل ما تحمله الكلمه المعنى. تمكنت عناصر الفرقه الجهويه للشرطه القضائيه بمدينه فاس بناء على معلومات دقيقه وفرت مصالح المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني. خليكم معايا غنزيد نكمل معاكم. بغيت كلشي يبارطاجي، بغيت كلشي يبارطاجي هذا اللايف، بغيت كلشي يبارطاجي. فقلت تمكنت من توقيف 11 شخص من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثه مسيرين لمؤسسه استشفائيه خصوصيه بتازه، وذلك للشبه في تورطهم في قضيه تتعلق بالسرقه وخيانه الامانه واختلاس اموال عموميه والارتشاء. واوضح البلاغ للمديريه العامه للامن الوطني انه حسب المعطيات الاوليه المتوفره الى غايه هذه المرحله من البحث، يشبه في تورط اشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق اداريه ولبيع وتفويت اجهزه ومعدات طبيه عموميه وتقديمها على انها متلشيه رغم انها ما زالت صالحه للاستعمال. واضاف انه يشبه في تورط المعنيين بالامر في ممارسه اعمال الابتزاز، سمعوا، في حق من رصت عليهم عمليه السمسره العموميه التي تطال هذه المعدات الطبيه، فضلا عن تفويتها الى عدد من المقاولات الطبيه الخصوصيه. وسجل المصدر ذاته ان الاجراءات التفتيش المنجزه في اطار هذه القضيه بداخل منازل المشبه فيهم ومن صحاتهم الخصوصيه اسفرت عن حجز. سمعوا يا عباد الله، سمعوا يعني التفتيش في المصحات ديالهم وفي المنازل ديالهم اسفرت عن حجز العشرات من اجهزه والادوات والمعدات الطبيه المتحصره من هذه الانشطه الاجراميه، فضلا عن مجموعه من الاواني والاسر والاسره عفوا والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الاسلوب. وخلص البلاغ
الى انه تم اخضاع المشتبه فيهم لجميع تدابير الحراسه النظريه. اسمع 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 اسمع، رانا اشاره البحث القضائي الذي تجري تحت اشراف النيابه العامه المختصه، وذلك الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضيه، وكذا تحديد يعني كافه الامتدادات والارتباطات المحتمله لهذه الشبكه الاجراميه. واسمع دابا شنو غادي نقول لك من خلال صك الاتهام اللي خرج توصلنا قبل قليل بالتهم بعد تقديم يعني الجلسه ديال تقديمهم اليوم. بطبيعه الحال اسمع شنو صني عاد دابا، عاد دابا التهم الموجهه لهم خطيره وخطيره بزاف. فقاضي يعني بطبيعه الحال الوكيل العام للملك فقرر متابعتهم في حاله اعتقال وارسالهم للسجن بوركايز واحالتهم على الجلسه ديال المتابعه المباشره يوم 5 في شهر 12. فانا كنقول متهم بارئ حتى تثبت الادانه ديالو اكيد، ولكن ان ثبت تورطهم في القضايا الاجراميه الخطيره ديال المال العام فخاص المعاقبه ديالهم باشد العقوبات، ولنا الثقه في السلطات وفي القضاء باش يقطعوا مع الفساد والمفسدين، لان عباد الله كتموت للاسف الصحه في المستشفيات العموميه، راه الناس كتعاني مع الصحه، فخاص ما نتعاطقوش معاهم الا كانوا متورطين باش ما نظلموا حتى شي واحد. فالله يرحم لكم الوالدين، انا راه قلبي خارج. قلبي خارج، انا كنتحدث معاك وقلبي خارج، سمعوا ها هي صك الاتهام. واسمع دابا خويا العزيز، انا بغيتك تبارطاجي هذا اللايف، تفارقع هذا اللايف. اجي عندنا الكرسي في الجهه خويا العزيز، الجي سمع سمع سمع، بغيت كلشي بارطاجي. 1391 كلشي بارطاجي خويا صفحه اللي راك. نتمنى انكم تفاعلوا لذات الشعب، الناس اللي باغيين القضايا المهمه، خليوني بروتيني اليومي والقضايا ديال تحدي الاعاصير، راه ما عندها باش تفيد المغاربه. والله دير 100,000 تحدي ديال العاصير، والله ما كانوا القضايا اللي غنكشفوا فيهم على الفساد، لان الصحافه والاعلام الدور ديالها الرئيسي هو نكشفوا على القضايا اللي كتهم المواطن. وانا الدور ديالي كنديرو كمراسل صحفي هنا، الدور ديالي كنقلب على القضايا اللي غتفيد وليدات الشعب، اللي غنكونوا منبر لمن لا منبر له، صوت المواطن درويش، لان هذاك المواطن مسكين اللي كيجي من اجل الطبيب للمستشفى الاقليمي في تازه وكيلقى المعدات ديالو كتباع بصفقات مشبوهه. فشنو لمن غتخلي الحق ديال ذاك السيد هذاك اللي جايه مسكينه باغا تولد، اللي جاي مضروب، اللي جاي فيه امراض كيتسنى يكون تطبيب في بلاده في المستشفيات العموميه، اللي سيدنا الله يسره كيصيفط المعدات الطبيه، ولكن للاسف يا حسرته على هاد المسؤولين اللي كيقوموا بهاد التلاعبات في الصفقات العموميه. للاسف الشديد انا غنقرا لكم صك الاتهام. يا راه اذا هذا النهار بتاريخ 26 نوفمبر بطبيعه الحال تم تقديم امام انظار السيد الوكيل العام للملك بمحكمه استئناف بطبيعه الحال في الملف واحد الملف العدد المتهمون في حاله اعتقال اكيد. شحال من واحد عندي هنا؟ 12 واحد. كاين المتهم الرئيسي الاول عنده اختلاس وتبديد اموال عامه واستغلال النفوذ والارتشاء واخذ منفعه من مؤسسه يتولى ادارتها والتزوير في محررات رسميه واستعمالها. وكاين يعني المتهمين ثلاثه ديال المتهمين حدا اخرين عندهم اختلاس وتبديد اموال عامه واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسميه. كاين عاوتاني ثلاثه واحد اخرين عندهم المشاركه في اختلاس وتبديد اموال عامه والتزوير في محررات رسميه واستعمالها. وكاين عاوتاني اربعه ديال المتهمين عندهم المشاركه في اختلاس اموال وتبديد اموال عامه واخفاء شيء متحصل عليه من جنايه. كاين كذلك المشاركه في اختلاس وتبديد اموال عامه. سمعوا الصك ديال الاتهام. بطبيعه الحال القضيه يعني يتم تاجيلها الجلسه يعني البث فيها في جلسه مباشره نهار 5/12 سنه يعني 2023. 5/12 غادي يتم اول جلسه ديال التقديم ديالهم بطبيعه الحال المحاكمه ديالهم. التقديم راه تم اليوم، الان راه تم ارسالهم 12 بهم لبوركايز، راهم في السجن المحلي ديال بوركايز. فالله يكون غير في العون ديال المواطنين اللي ضاعوا من هذه الصفقات، والله يكون عاون الاسر ديالهم، لان بطبيعه الحال غيبقى فيهم سكن، لان الاسر ديالهم راه ما دايرين والو، ولا الاسر ديالهم اللي كيديرها كاين اللي كيديرها وكيخلي الاسره ديالو كتعلق موراه ساكن. فالله يكون في عونهم، الله يكون معاهم في الاسر ديال ذاك الناس والمواطنين المغاربه اللي ضاعوا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
سمحوا لي راه تحدثت بانفعال كبير، راه والله العظيم الا حماريت وزنقت، لان بزاف هادشي وبزاف عباد الله وبزاف هادشي، راه بزاف وحتى لهاد الدرجه هادي، وتجيك الجرأه وال يعني لربما الطمع حتى لهاد الدرجه هادي ديال ان اموال عمومي ديال المستشفى دير بانها بطبيعه الحال. دابا كيفاش الطريقه كيفاش كانوا كيديروا للاسف الاتهامات الموجهه اليهم، وانهم كيدوزوا صفقات بطبيعه الحال لاساس انها صفقات بانها متلاشيات، وفي التالي كتباع، ومتلاشي راه خصو يكون في لافيراي الا كنتي خرجتيه على اساس بانه متلاشي، معدات متلاشيه غير صالحه للاستعمال، ما غتعاودش فيها البيع الشريف. الاتهامات دابا ديالكم وانكم عاودتوا فيها البيع، وللاسف في قلب المصحات وفي المنازل لقاو عندكم داك الشيء، لقاو عندكم رجال الامن مشكورين للمجهودات الجباره، كنعاود نشكرهم. انا غنحاول نقرا التعليقات ديالكم كاملين، فالله يرحم الوالدين اللي شاف هذا اللايف يبارطاجيه. انا غنقرا جميع التعليقات، يلا البارطاج ديالكم بعد الصوره والصوت واصلين مزيان. كيفاش خاص المعاقبه ديالهم؟ نتمنى ان الكل يتفاعل. يلا البارطاج ولي كومونتير، غنقرا جميع التعليقات اكيد. شنو في نظركم يعني الناس اللي معايا في اللايف، شنو هي العقوبات اللي خاصها تعطى لهاد الناس، وكيفاش خاص التعامل مع ان كل من يتجرأ على يعني على التلاعب بالمال العام؟ كيفاش خاص الحكم يكون اكيد عندنا الثقه في رجال يعني القضاء باش لان يكون احكام اكيد عادله؟ الناس ديال تازا يعطوني بالنسبه للمستشفى ديال بنو باجا، عطوني التجارب اللي عشوها في ذاك المستشفى، عطوني التجارب ديالكم. الناس اللي بطبيعه الحال كل منطقه يعطوني اسماء ديال المستشفيات ويفضحوا الفساد. راه لا ما قلتوش لهم ان هذا منكر، ما كاينش اللي راه دابا الحمد لله رجال الشرطه راه فين ما كان في المغرب راه محركين. فين ما مشيتي في المغرب راه محركين رجال الامن، الفرقه الجهويه الشرطه القضائيه على مستوى جهات فاس مكناس محركه الحمد لله. لا تي اس تي محركه الحمد لله. في المشيتي كتلقى العمل جبار ديال الفقيه اللي تسناو باركتو داخل الجامع بلغتو. يا هادي ياك اختي، يلا تعليقاتكم اكيد نتمنى اني نكون وصلت الرساله، ونهار 5 في شهر 12 ان شاء الله غنكونوا حاضرين لنقل كل كبيره وصغيره، اكيد 12 بهم كلهم معتقلين الان يتم متابعتهم في حاله اعتقال، والتهم هي ثقيله بزاف. انا غنحاول نقرا التعليقات ديالكم. كنشوف التعليقات ديالكم اكيد الكل كيطالب بضروره تشديد العقوبات عليهم ان ثبت يعني تورطهم في هذه الافعال الاجراميه، لان المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو بطبيعه الحال. ولكن راه المال العام هذا راه ما خاصش تساهل، وما كاينش اللي غيتساهل معاهم، فبرافو رجال الامن وبرافو القضاء النزيه اللي داير خدمته على اوسع على احسن ما يرام بطبيعه الحال. يلا اخوتي راه بحيت والله الا الصوت ديالي مشالي بالله. يلا الصوت يا اخوتي العزاز، دابا نرجع في لايف اخر. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.